وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، هلك عاد نجلا صعتان وبرنامج كي كبره حوضة كبره كبي حجري تي في قرن كي إذا عاد الراديو هرجيزة إن أرضيي وحنا هاي معلم كيني اللغة العربية فسر كليحات سدين أنا وحي سدي اللبات. أما الدرس الثاني فترة أما فصل دراسي جيس لبات تهرم كي دنبه عشر كينا ما أنت أينو برانا أينو إيوان كي سوا مصير من لا يهتم بصحته، مصير من لا يهتم بصحته. أرضي عشر كيني هراء وحين كسو قادنا المحافظة على الصحة إن لا إلاليو أولا دوره عافماتك إلا لنت عافماتك إنك أي داني نوتهي عافماتك إناد إلا عشتا وحي أذيك الدم كوتهي بلشد الدنو تهي ساد رادد وحي نسكو أنيني نمر والبا إنا إنو مارتهي إلا عشنا أو دورنا أو إلا لنا أو كشاقة دغانا talooyinkii darsigeeni hore aynu ku soo qaadanay een waxyaabaha hadaan wax ka xasuus idinka xasuusiyo kamid ah casharka waxa kamid ah talooyinkii irshaadaadkii leen siinayay in uu qofku u saxo goor hore waayo hurdo la'aantu waxay wax yeeshaa caafimaadka qofka qofkuna wuu daciifaa jir ahaan buu qofku maaratay u daciifaa sidaa daraaddeed casharadeenu ku jirna guud ahaanba maanta iyo casharkii hore انتو واحد لحجران الصحة عافماتك مركا ما انتا واحد نقال لنا عيوانك عشر كينا اوه مصيرك اياها قفك ان مارتا الى عشانين عافمات كيسا عشر كينا وعشر كيلا بعد وحويا الدرس الثاني مصير من لا يهتم بصحته اياها من لا يهتم قفك ان مهمد أما أهمية سينين عافمات كيسة بصحته كان علي تلميذا نشيطا يأتي المدرسة في الصباح الباكر ويستمع إلى الدروس ويؤدي واجبه المنسلية كان المعلم مسرورا بعلي وكان يقول إن عليا تلميذ نشيط ولكنه لا يهتم بصحته ولا يعتني بها هدينو كلب انتين امو غتم عنينه ارضيي ارضيي اذا شرفت له سفي عنها لولو سعد درسيق كان وحوها علي علي تلميذا ارضي بوها نشيدا في الفرعون يأتي المدرسة وحي إمن جري إسكولك في الصباح الباكر صبح قرهر أي إسكولك سوء آدي جرو إمن جري ويستمع وحي دقي سنجري إلى الدروس عشرة نس ودقي سنجري ويؤدي وحي قدن جري واجبه المنسلي
waajibaadka shaqo ee guriga u yaalana uu gudan jiray amaba iskuulkii marka uu maaragtay laydis laga soo siiyo oo camalul manzil loo diro guriga ayuu waajibaadka ku soo gudan jiray amaba shaqadii guriga ayuu ka qayb qaadan jiray kaana almuallimu macallinku wuxuu ahaa waa macallinkii caliye masruuran mid ku faraxsan ayuu ahaa bicaliyin cali kaana almucallimu macallinku wuxuu ahaa masruuran bicaliyin mid cali ku faraxsan buu ahaa dadaalka goor hore imashada iskuulka uu kusoo kalahayo dhegeysiga casharada uu dhegeysanayo waajibaadka uu gudanayo waxaasoo dhan ayuu macallinku cali ku jeclaa oo maaragtay uu ugu farxi jiray qof walbana waa garanaynaayo macallin walba wuu garanaya arday walba wuu garanayaa macallinkiisu markuu casharkii iyo laylisii ka soo shaqeeyo ardayagaasu ardi dadaala buu odhanaya wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda macallinka odhanaya markuu cali ka hadlayo ina caliyan cali tilmiidun waa arday buu odhan jiray uu sifayn jiray tilmiidun waa arday nashiidun firfircoon laakiin cali macallinku intan buu ka sheegay wuxuu yidhi walaakinahu hase yeeshee cali laa yahtamu ahmiyad muu siin jirin fisixatihi caafimaadkiisa ahmiyad muu siin jirin maxay noqon karaysaa yacnii waxa caafimaadkiisa ilaalinaya hadday tahay maaragtay cunto hadday tahay wax kasta yacnii muhiimad iyo ahmiyad muu siin jirin caafimaadkiisa cali walaa yactanii bihaa kumunuu dadaali jirin yacnii muu ilaalin jirin caafimaadkiisa wadaata yowmin maalin maalmaha ka mid ah marida caliyun ولزم الفراش في البيت فقال له والده إن الإسلام يحث على التداوي علما بأن الله لم ينزل داء إلا وأنزل دواءه ولا بد من العمل بذلك وتطبيقه ذهب الوالد وأحضر ذهب الوالد وأحضر معه الطبيب فأجرى الطبيب علي كشفا طبيا كشفا طبيا وقال له صحة علي طيبة ولكنه يحتاج إلى الراحة ولكنه يحتاج إلى الراحة ويتناول بعد الأدوية وأن يتناول بعد الأدوية كتب الطبيب الدواء لعلي وقال للوالد يتناول على هذه الأدوية علي يتناول علي هذه الأدوية لمدة أسبوع وستعود صحته ويعود إلى نشاطه إن شاء الله وذات يوم معناها سفي عن أرضي إذا شرفت له معناها سفي عن أن الله سعونه وذات يوم مال المالمها كمدة مرض علي مرض وبكوري وحنصدي علي علي بحن صدي وبكوضي ولزم الفراشة مركو حنون صدي وحباقي كنغضي الفراشة كغشي سي أما فراش كيسي ويالي في البيت قريقة دحدي سويالي حنون درتي أيو سوكي كرواي أو فراش كيسي ومارتي باقي كنغضي مركو صدا نغضي علي فقال له والده أبيه باكويري aabihii ayaa ku yidhi ina alislaama diinteenna islaamku yaxuthu ina alislaama diinteenna islaamku yaxuthu cala atadaawii waxay inagu dhiirigelinaysaa ya waxay inagu dhiirigelinaysaa atadaawii inaynu isdaweyno oo marka xanuun aynu dareenno inaynu intaynu shaybaar marno isdaweyno علما إنغو أق بأن الله إلهي سبحانه وتعالى
لم ينزل مسودة داء عذر إلا وأنزل دواءه إلا هذا عذر سودة جيي دودي سنة إلهي وسودة جيي ما رضى سيداتها ولا بد وحلق ما مارمانا يا من العمل إنينو كشقينو بذلك أركا أو تطبيقه أين فلينو سيدين وشقينينا إن هدي اللي يري إلهي سبحانه وتعالى عذر ما سودتيه إلا هدو سودتيه دودي سينا وأسورة عيو وسودتيه وحلق ما مارمانا إنينو إنه عمل كي دودي أينو كراتيني نمادنو فلينينا وتطبيق سمينو ذهب ذهب الوالد أبيه واتجي أبيه وأكتجي أو تجي وأحضر معه الطبيبة وحوسك حيي أو كاني نختاركي فأجرى الطبيب عليا كشفا طبيا نختاركنا علي وحوك سميي بارتان عفمات أي كشفا طبيا بارتان عفمات بكسميي وقال له حنا كيري أبيه بمركع دخترك الله الله يا وحكيري دخترك الله الله يا وحكولي يا أبيه صحة علي عفماتك علي طيبة ووناكسين يهي ولكنه هسيا هاتي أما هسيا شيء يحتاج إلى الراحة وحبا هي إلا النصية يا نصيمه أيوبا هي ويتناول وأن يتناول يؤلو قاتو بعد الأدوية دوذة انت لا نصية دوذة نها قاتو كتب وأقري أي وصف وصف الطبيب وحلقا كوهبون كتب الطبيب ببوغسين وغطى الارضي وصف الطبيب وقري يعني دختر كمرك وقري ورقدة وحلوق العربية الأورانية وصف الطبيب دختر كوح وقري الدواء دودي بوقري لعلي دودي ورقدي دودة أيو علي أقري وقال وحنا كيري لوالده آبيه وح كيري يتناول على هذه علي يتناول حصاعنا علي علي هذه الأدوية دوادها صاعنا لمدة أسبوع لمدة حل مدة وقت أسبوع تضباط ويق يعني ويق أما تضباط لمدة أسبوع يعني وقت قادان كرة تضباعش حصاعنا وستعود وأوصل لابنيا صحته عافمات كيسنا ويعود وونا صال لابن دونا وكسو لابن دونا أما وكسو لابن يا إلى نشاده علينا وحكسو لابن يا إلى نشاده مقران إسايي فرفرعون ديسي تمرتيسي أيو كسو لابن يا إن شاء الله تعالى أرطايا مر لبعض عشر كصوت دول مرينا مركاسين كلمة معناها نوجد بينا عشر كينو سينو عيوانكا كو عرقنو وحوكها ليي مصيركا آياها قفكا أن كودة دال عافمات كيسا كان علي علي وحوها تلميذا أردي بوها نشيدا فرفرعون يأتي المدرسة اسكولكا وحو إمنجري في الصباح صبحي باكرا غورهره ويستمع وحو لغيسنجري إلى الدروس عشرة دانو لغيسنجري ويؤدي وقدنجري واجبه المنسلي شقديسا غريغنا اسكودن جيري كان المعلم معلمك وحو اها ومعلمك علي مسرورا بعلي مد علي كفر احسن ايو ايو اها معلمك وكان يقول معلمك وحو اها مد يراهدا مركو علي سفينيو ان عليا علي تلميذ نشيط واردي في فرعون اردي في فرعون ويان بورن جيري ولكنه صي شيء لا يهتم أهميد موسينشرين بصحته عافمات كيسا ولا يعتني بها من دوري شرين أمو إلى لنشرين
وذات يوم مر هدي لي نيرين كي أرتجي علي عفمات كي سمو إلى لين شرمو دوري شرين حاط لو كنا عي علي وذات يوم مال المال مها كم إذا مرض علي علي وابكوضي واحن صدي وشرودي ولزم باقي أيو كل نقضي الفراش جوجشي سي فراش كي سي باقي كل نقضي ويا اللي في البيت يقولي قديسة أو يعني حنون درتي أيو لازم فراشكي فقال له والده وحكير والدك أبيه بكيري فقال له والده أبيه بكيري إن الإسلام دين تينا إسلامك يحث وحي نقولي هجلين إيسا على التداوي إن نمارك تيستوينو أي نقولي هجلين إيسا علما إنه أكسون أوك بأن الله إلهي لم ينزل مسود جن داء لم ينزل مسود جن داء عذر مسود جن إلا هدو سود جيو وأنزل دواءه دودي سنة إلهي وسود جيه ولا بد وحا لغا مارمانا مركا من العمال إنه شقينه وبذلك أرنكا كشقينه محين كشقينينا إنه دودي بعد دورنا أو استوينه أو حنون كيسك دوينه وتطبيقه فلننا ذهب الوالد أبيه باتجي وأحضر معه الضبيب نختار كيبو إنك أكينا علي فأجرى الضبيب علي كشفا ضبيا نختار كينا علي شيبار عافماد بأسميه نختار كينا علي شيبار عافماد بأسميه وقال له وحنا كير أبيه ماركو باري عافماد كيسي صحة علي طيبة عافمادك علي ووناكسيه ولكنه هسي شيء يحتاج الى الراحه نسيم وبهيه الا نسيو او نستو اي وبهيه وان يتناول بعد الادويه اي انو قاتو دودي دوده انو قاتو انت سو دختركي كيري انت كذب دختركي وحو او قري كتب اي وصف بانكني اي وصف الطبيب الدواء دختركي وحو أقري دودي بو أقري لعليا علي بو أقري وقال وحونا كيري للوالد والدك يتناول ها عقاته يعني هلق أما ها عنا ها على هذه الأدوية دودنا عن أقري حصاقاته لمدة أسبوع ويق أما تضبعت وستعود صحته عافماتك سنو أصول لابنيا ويعود وكسر نغنايا إلى نشاده في فرعون ديسي إن شاء الله تبارك وتعالى هدي إلى هاي كلمة معاني المفردات كعشر كانوا كشرة كلمة والبارد ديك معاني هذي بينه ريال الباكر ووقت مبكر جارعة يؤدي جتاء يعمل كشغية مسرور فرحانا لا يهتم لا يعتني واسكو معنى لو ذاك المدود عن إلالين عن أهمية سنين عن كدلالين لزمة ولازمي بقيا باقي بكو أهادي ذات يوم يوم من الأيام ويان مال مالمها كميدا التداوي استعمال الدواء إن استوي التداوي إن استوي سو استعمال الدواء الدواء إن استعماله داء مرض بعما داء مرض وحنون أحضر معه وأكاني جاء به ويمد أتى به وأكان مويمد كشفا طبيا شيبار عافمات فصحا طبيا تناول أي أكلها عنه وصف كتب له أنواع الأدوية وعقرين نوعية دورة كميدة تدريبات عن قادنا نوحة كميدة قيبت كوادو منك قادنا إن شاء الله كسو أرضيك والبو حلقة ربا أرضي تشرفت له إن مارتي أي كسو جوابان ليلسك عشركا أو مارتي أي سكودة يان مروالبا إن مارتي كسو جوابان ليلة سيادة سي مارتي عشر كي إن يفهميني إنكالة اللغة قياس قاطو متى كان علي يأتي إلى المدرسة هل كان المعلم يحب عليا ماذا حدث لعلي ذات يوم من حضر مع والد علي ليلة سكينا لبات ضع رقبا لغيري كل كلمة كلمة كستا من الكلمات الآتية وكلمة لها نصوص عدا كاملة في مناكبها المناسب ميلها كوها بون
halka nuqadku yaalaan ayaa la dhigayaa kelmadaha kelmad walba meesha ay ku aboon tahay kelmadaha la dhigayaana kelmadaha maartay labada qaws ku dhex jira ee shartaduna u dhaxayso ayaa maartay la dhigayaa mid walba meesha ku aboon tahay yahtaaju yahuthu nashiidan as-sabaah kana aliyun tilmiidan noqda waad buuxinaysaa kelmadda ku haboon xagga saraad uga soo qaadaysaa ta ku haboon lambar laba yati ila almadrasati fi noqda albaakir kelmadda ku haboon xagga saraad ka soo saaraysaa ardayow alislaam noqda cala tadaawi caliyun noqda ila raaxa xagga saraadeedan uga soo qaadaysaa ardayay dirsigeeni maanta halkaas ayuu inoo joogayaa barnaamijka aad nagala socoteenna waa barnaamijkii ka baraha wada ee ka bixi jiray tv-ga qaranka iyo idaacadda radio hargeysa intaynu mar labaad kulmi doono xiisada inoo xigta waa macal maxamed aadan barihii luuqadda carabiga ee dugsiyada dhexe gaar ahaan fasalka lixaadka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho awbax laga waraabsho waxaan ku werwereynaa waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waawan mayno warwareegi mayno aan mayno wahsan mayno